صباح الخير أصدقائي. كل عرض مذهل بيكون في وراءه أكيد مختصين ومحترفين فنيين. من قبل شاهدنا عرض الدمى الخشبية الخاص في مدينة تشوانجوك. بصراحة الدمى الخشبية كانوا جميلين جدا والملامح دقيقة وكأنها حقيقية. فاليوم سأخذكم معي لنجرب ونتعرف أكثر على طريقة صنع هاي الدمى الخشبية. يلا يلا.老师好，哎，你好，你好，谢谢你今天。欢迎欢迎，谢谢老师。哇塞，这些木偶都是您做的吗？啊，对，照一下哈。这样子，生蛋正木锄。哇塞，那老师你做一个木偶大概有多长时间？假如说这个来说呢，这个它还要头盔，还要那个头的眼镜还会动，啊，这个衣服是手绣的，是长袖的，啊，所以大概一件木偶这个要做。 要20天以上，20天以上，你也挺快的。老师很厉害。好，来，我介绍给你看。这是一个木头了。啊，对。木头，然后再打胚、粗胚、细胚，细胚完了还要贴棉纸，上黄土，再打磨。哇塞！打磨再混彩。 彩绘，彩绘及时，一个步骤完成，制作流程就是一个过程嘛啊！哎，我来介绍我工作室这边啊，就是你的工作的地方，在这边哈，你看过啊？那老师今天有没有机会体验一下呀？可以呀，可以体验彩绘啊，真的吗？可以，谢谢老师。上色哈，这就跟戏曲在化妆的是一样的啊，那个眼睛、眉毛了啊，那个轮毂。 都要画得清清楚楚，这个木偶来讲，它是就是像我们演戏，人在上面演，观众在下面看的，对，都是要有化妆的，对，跟我们演戏的化妆差不多是一样的。那这个颜色的选择，它跟这个角色来。角色来决定，是吧？然后这个比较喜庆的，它就比较开心，是吧？它脸比较红，比较红的。啊，它有的就是苦淡了。 الشخصيات بالأوبرا الصينية متنوعة وعديدة، كل شخصية لها ميزات، فمن خلال اختيار الألوان بيبرزوا هاي الميزات بكل شخصية، كما قال المعلم خوانغ إنه مثلا إذا كان وجه الشخصية أحمر واضح معناته هاي الشخصية سعيدة وإيجابية، وإذا كان على أبيض معناتها شخصية تعيسة، هاي هي معاني الألوان في الثقافة الصينية، فمن خلال هاي التجربة الواحد أيضا ممكن يتعلم أكثر وأكثر عن الثقافة الصينية. 老师这样可以了啊，可以啊，很漂亮。谢谢老师，很漂亮啊。من قبل شاهدنا عرض مسرح الدمى الخشبية واليوم تعرفنا على مراحل صنع هاي الدمى. بالفعل أيدي الحرفيين والفنيين وهبوا الحياة لهاي قطعة الخشب وجعلوها دور مهم في القصص الصينية وتناقلوا هاي التقنيات الفنية والروح والشغف لهذا الفن جيل إلى جيل هم كمان أعطوا سعادة وفرح لكثير من الجماهير شوفوا الجمال